تعلم آداب الحوار مع الآخرين وفنياته من النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع عتبة بن ربيعة. كان عتبة بن ربيعة شيخا مسنا، وكان من كبار القوم، ذهب إلى سادات مكة فناداهم: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فجاء عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع. وهذا من أدب الاستماع إلى الآخر، الاهتمام والانتباه لحديثه. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع أي الصاحب من الجن على الرجل حتى يداوى منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه رغم تجريحه لشخص النبي بعباراته وعرض الرشوة عليه والمساومة في دينه بمتع الدنيا، ولكنه حسن أدب الحوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني. وهنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتحدث إلا عند انتهاء الآخر من حديثه وعرض فكرته وعدم المقاطعة أثناء حديثه. قال عتبة: أفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة هذه الآيات وعتبة يسمع ويصغي باندهاش، حتى إذا بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام عتبة وأمسك على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف عنه. وهنا تظهر قوة الحق وحجته عندما يتهيأ جو الحديث بالحوار وتلاقح الأفكار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. وهنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفكرة دون إجبار أحد على اعتناقها. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض:
نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال لهم: ورائي أني والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال لهم: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. فقوة الحق في أدب الحوار، وقوة الاقتناع في حسن الاستماع.